مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. الان ساتصفح معكم بعض عناوين صحف الخرطوم الصادره هذا الصباح والتي اوردت: واشنطن نعمل بقوه لاعاده حمدوك الى الحكمه، تحذيرات من اجعال فتنه بين العسكريين والمدنيين تحرق السودان، امريكا تحذر دولا افريقيه من سيناريو السودان واثيوبيا، محالج الفاو تؤكد الجاهزيه لموسم حليج الاقطان، ورشة تدريبية في مجال مكافحة نواقل الأمراض بربك، وفد الاتحاد الإفريقي للوساطة في السودان يؤجل زيارته للخرطوم بسبب تحفظ المكون العسكري، عودة الإنترنت مع غياب وسائل التواصل الاجتماعي. الزكاة بالجزيرة تساهم شهرياً بعشرة مليون جنيه لدعم العلاج. أمين عام حكومة القضارف يدعو المصارف للمشاركة في تمويل المشروعات. الصحة بالبحر الأحمر تشيد بجهود المنظمات الإنسانية. تعيين مدير تنفيذي لمحلية جنوب السودان. مناوي يكشف حقيقة تواجد قواته على الأرض الليبية. الطاقة والنفط المخزون من الغاز بمستودعات الجيل مطمئن. تحديد السعر التركيزي لقنطار القطن بمشروع الجزيرة. مشاهدينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من عناوين صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح، إن شاء الله عند بعض الطبع أكثر تفصيلا وتشريحا لما ورد في صحافة الخرطوم. أهلا وسهلا.